صباح الخير اعزائي المشاهدين، ابو كبير اهلا بكم، معكم نوران حمدي من محافظه الاسماعيليه. النهارده احنا هنشتري سمك في الميه لسه صاحي طازه اهو، ده اسمه شغال تمام. وموجود كل انواع السمك، البوري، كابوريا، سهليه، واللوت. طبعا احنا النهارده هنتكلم وانا عارف الاسعار. صباح الخير يا استاذ محمود. صباح الفل، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله في نعمه، كله خير والله. النهارده انا شايفه في عندك سمك كده. عندي، طب ما نبدا بالجمبري الصاحي الاول. الجمبري الصاحي الاول مميز ده شويه، يعني الصبار الصاحي ممكن نلاقي منه. انا اول مره اشوف جمبري صاحي. جمبري بلدي بتاع الكلام صاحي. ده الحي. ده الحي بقى بمعنى كلمه الحي. ده فراوله بلدي بتاع اسماعيليه. جمبري زي ما انت شايفه كده حضرتك لسه بتذكر الله. نعرفها ازاي بقى؟ اللي بتبقى جمبريه مسكره. صار؟ جمبريه. ده الفراوله. ده اسمه فراوله. لسه جمبري لسه حي زي ما انت شايفه كده، لسه جمبريه صاحيه لسه ما شاء الله عليه. ده مش نبات حرير. ده جمبريه مسكره، ده بيتعمل فيه ايه بقى عشان تدوق بقى الجمبريه المحترمه بنت الناس؟ تنقشر الجمبريه كده. صلي على حبيب النبي. ده الحي، والله مسكر، ده بيبقى جمبري مسكر فعلا. اسمه فراوله كده عشان مسكر، عشان لونه. عشان بيبقى جميل. ده اسمه جمبري فراوله، ده كنال حر اسماعيليه. كنال حر. جمبريه لسه بتوحد الله. كابوريا والكابوريايه. دي لسه صاحيه ما شاء الله عليها. لسه صاحيه. بص. ما شاء الله. اهي اهي اهي. اهي. صح. دي البنوته. ده اللي هو يبان عليها من حضرتك من بره. لسه صاحيه. لسه بتوحد الواحد. ما شاء الله. تعالي بقى. بوري بقى. بابا. ده ايه بقى؟ معلش ده مش بوري، دي مانجا. لا ده مانجا. تعال انا مش عايز اجرحه، انا خايف عليه قوي. اهو تعال تعال، ده المانجا. ده مانجا جواها بوري، مش بوري جواها بطروخ. لا ده مانجا جواه بوري. يا 100 صلاه النبي. بص ولا السمك ده عامل ازاي؟ ولا اسماعيلاوي اصيل يا واد. السمك اللي بيرقص، بص عينه الحلو، اقول له حلو في عيونه. من بطن السمكه ما شاء الله حامل في 19 اهو. بص ده حلويات بزياده. ده بتاع الكنال يا اخوانا، ده بتاع الكنال الحر يا ناس يا مسكره. سمي وصلي على الحبيب النبي. لسه بيوحد الله برضه اهو. مش مظبوط بالزنبلك ده اهو. ده الصح، ده الصح. تعرف الحلو بقى بتاع الكنال من ايه بقى؟ تلاقي كده ما شاء الله ما شاء الله الصدر الاحمر ده. ده اللي حاطط رجاجيه رباني. ده من عند ربنا كده بيجي محمر كده. ده الحلو بزياده. والله حلويات بزياده فعلا. صلاة صلاة صلاة. ده الجوابي. ده الجوابي. ده الجوابي اللي بيضرب له تعظيم سلام في شهر 5. ده الجواب الاخضر. ايوه ده الجواب الاخضر ما شاء الله. بصي شاف حلاوه. سبحان الله. بيبقى عليها مكياج طبيعي السمكه. بص ولسه بتذكر الله. لسه بتذكر الله. تعالى الشبار الصح. ده اسمه ايه بقى الشبار الصح؟ شبار بولتي عادي طبيعي. شبار صح. لسه اهي. بلدي. كله بلدي وشبارية خضراء زي اللي احنا جبناها اهي، بس دي لسه لسه صاحية برضه. وده لسه بيسبح الله. ده بقى الناس بتحب تشوي منه. لا كتير ما بعدش بسرعه. السمكه دي بقى اللي هو ايه بقى؟ في ناس تحب السمك ده تنشفه وتقليه وتحط خل وتوم، وهو طعمه بصراحه بيبقى حكايه في المقلي. لانه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شفت الصوبيا لما بتتنضف وتتقطع؟ الصوبيا دي بيض الصوبيا. بص السمكه برده تاني، معلش احنا هنروح للتنظيف. دي خنزيره اسمها سمكه خنزيره. بص اللحم شكلها بيبقى عامل ازاي، وبعد ما بتتنضف بيبقى شكلها عامل ازاي. خلي بالك من الميه. شايف لحمها ابيض قشطه. ركزي على العروق هنا كده عشان السمك ده بيتنضف صاحي لسه ما شاء الله. بتسلق. في ناس بتشويه زي ما هو. بيتشوي برده زي ما هو كده بيبقى ممتاز. لا 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 لا. تعالي بقى. كلوت بقى. كلوت. شايف الحلويات؟ حته كيلو، كيلو وربع، كيلو ونص. عندي عايزه حته اتنين ماشي، عايزه حته نص كيلو موجوده. ختم الجمال بقى. بصي
دي الحلويه طبعا. بص بقى ده الحلو ده بتاع الكنال بتاع بلدنا الحي ده، ده بتاع الكنال. نعرفه ازاي من الكنال؟ شايف الثلاث حبات الحلوين دول؟ بص بص اللؤلؤ، تحس ان في جسمه حته لؤلؤ. سمك الكنال ربك مميزه، سمك الكنال ربك بيميزه، يبقى ليه كده سبحان الله. عشان نقول سبحان الله ونكسب سوا. شفت انت بقى ابن الحلال؟ تعال ده الطبار. ايوه كويس والله، اتعلمنا بسرعه. طب انا عايز اعرف الطباره من البوري. عايز اعرف الطباره من البوري. اقول لك هوريكي حاجه حلوه، ادي البوريه اهي وادي الطباره اهي. سيب دي بقى دي كده، نجيب الطباريه الاول. بص الطباره شكلها عامل ازاي، عينيها عينيها حلوه وصحيه وجميله. دي كده دي صحيه، بتبقى مدببه وفي نفس الوقت عينيها انا حاسسها، انا حاسسها، انا حاسس بعينيها. انما دي سبحان الله تحس ان دماغها مقوره كده اهوت. بص عامله ازاي، في نفس الوقت على عينيها عدسه. هي دي الفكره بقى. ودي السمكايه، ظهر السمكايه. بص في فرق يا باشا، في فرق. الاثنين واحد، عينيها واسعه شويه، دي عينيها ضيقه. فانا سبحان الله. في نوع تاني بقى خالص بقى، ده اسمه ضباب. نجيب ده ونجيب ده ونجيب ده. بعيد عن البوري. لا هو نفس الطبق، بعيد عن البوري وبعيد عن الطبق. ده ضباب، ده ضباب كنال، ضباب كنال بتاع اسماعيليه. دي سمكيه، بص دماغها عامله ازاي، ودماغ الطبريه عامله ازاي، ودماغ البوريه عامله ازاي. دي بتبقى بوريايه سبحان الله، هجين هجين طبيعي، ده مش احنا اللي مصنعينه. دي بتبقى بوريايه مع هليلايه، بتطلع ايه؟ الجباقه دي. تبقى جميله قوي 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 شكلا وموضوعا. تحس ان السمكيه كمان ايه؟ زياده، الالوان بتاعتها زياده. سهليه، ام العيون، عسليه، المانجا. الله يفتح عليك. مش المانجا دي بسبوسه الكنال، دي بسبوسه الكنال. دي بتاكلي بسبوسه بس كمان على هيئه زفاره. ام العيون عسليه اللي اتاخرت بيها العربيه. لو تفتحي الكادر عليها كده شويه معلش، تبصي كل العيون عليها فيها عسليه. سبحان الله كلها عليها عسليه، كلها عليها عسليه. قول سبحان الله يا عم الحاج. ما شاء الله بتاع الكنال يا اخوان، ما شاء الله حلوه قوي. ما شاء الله جميله 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 جميله. كابوريا نتي، دي كابوريا نتي برضه. انت بتنسي، لا دي المانجا اللي جواها كابوريا، مش دي كابوريا، لا دي المانجا اللي جواها كابوريا برضه تاني. يا ميت صلاه النبي حلويات والله. دي الوسط، بصي ده، لا ده الذكر. نعرف ازاي يا ابو سليم؟ اهو اللون يا ابن الحلال. دي بتبقى رب سبحان الله متمكيجه ربنا، دي حتى رجوجو ربنا. ودي بتبقى بيضه كده، احنا شكلنا بيبقى مزرق كده، فاهم؟ شكلنا صاحي من النوم شكلها وحش. ده كل كنال، ده كل كنال. ما مش ما ينفعش اجيب حاجه من كنال غير كده. ده سمك البحر زي دي بقى. دي النقط، دي اسمها النقط، دي قاروص نقط، قاروص نقط. بص شايف عامل ازاي؟ ده باك الرمان. ده تشوي السمكيه ديت هتلاقي معاها بتنزل معاك سمنه. بص الحيوات، بص العين السمكيه عامله ازاي؟ السمكيه حيه لسه زي ما انت شايفها. بصي بص سمك الكنال اهو. بصي سمك الحلويات ده بيبقى عامل ازاي؟ النقطه اهو. دي الحلويات. تعالى للدينيس. ده اللي جاب العريس. ده الدينيس اللي جاب العريس. كان عندي حنش حنش، فين الحنش يا محمد؟ في حته كده غريبه شايفينها. ايه هي؟ دي سمكايه جايه كده من جايه في قلب السمك. والله ما هي في واحده ثانيه، هي بربوني اهو، بس فصيله ثانيه انا بصراحه ما مش هفتي بصراحه. ده بربوني. ودي سمكه ما اعرفش نوعها، عشان احنا عندنا سمك الكنال بتاع اسماعيليه. اسمها ايه بقى؟ ما اعرفش بصراحه عشان ما مش هفتي. جايه كده جايه في قلب السمك. ما هو الغزل دي بقى حاجه البحر. الغزل اللي بينزل يلم السمك ده ما بيميزش كبير من صغير، جمبري كبير جمبري صغير، بوري كبير بوري صغير، ما بيلمش، بيلم وخلاص. وانا بنشوفها كلها عند البدايات يعني، بس انا بحب اعمل مناظر كده. تعالى بس الدينيس اللي جاب العريس بس يا عم الحاج. عندي الدينيس من اللي هو خمس سمكات وست سمكات في الكيلو لحد سمكيه نص كيلو وكيلو الا ربع. ده دينيس كلام حر اسماعيلاوي. البوري ده، البوري بوري السنين ده، ده السنين سنين. عندي بقى امهات السنين. ده سمك بشهاده ضمان ان يطلع معاك مسكر في الاكل. ده غير البطروخ، ده فيه المبطرخ وفيه مش مبطرخ. ممكن حته 2 كيلو، حته كيلو، حته كيلو وربع، حته كيلو ونص. ده سمك بقى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ده عايز عيله تفتح منه سنجاري وتاكل منه. لهواد بقى السمك المطريه والناس اللي بتحب السمك ده، بتاع مسكر كبير. اوعى هذا ما شاء الله. في سمك كده سبحان الله، سمك البحر بتاعنا، في احجام معينه تاكليها يبقى طعمها مختلف تماما عن الاحجام الصغيره. ده البوري الكنال بتاع اسماعيليه الاصل مش المضروب. احنا بقى كاسماعيليه بنعمله ايه بقى؟ ده انا بنضفه وادفنه في رز وعليه شويه جمبري وشويه صوبيا. بالله صلي على حبيبك النبي، تقوم كده وشك مرادت كده، تحس ان انت عندك كده صحه ما شاء الله.
تبارك الله، ده العلاج الطبيعي. ده بوري كنال اسماعيلية، كنال كنال مش كنال نص لا كنال بكم اصلي اسماعيلاوي. بس مين يا ولاد؟ ده الشبار. طب بولتي بقى العادي الطبيعي بقى، بس احنا بقى معلش بقى ده مش بولتي، الناس كلها عندها بولتي. احنا عندنا بط مرجان، ده بط مرجان، ده بط مرجان. لسه بيذكر الله. مختار السمكه المكلبزه دي، بص السمك ده سمك طالع له خدود. ده طالع له خدود رباني والله، اكل ومتغذي واكل الفته الطبيعيه بتاعتنا. كيلو كام حبايه؟ الكيلو 4 5 6 مفيش مشكله، عايز 7 8 في الكيلو برده مفيش مشكله. تكرم الناس. انا ما بزعلش حد، ازعل الناس ليه؟ الناس ربنا يكون في عونها. على الوحوش يا بابا. الوحوش يا بابا. دي الوحوش. لا نيجي بقى على الجمبري الاول بقى. تعالى بقى، تعالى تعالى تعالى. ده الحي، ده جمبري مزارع حي قناه السويس. بلدي. يعرفوا ازاي ان هو بلدي؟ من شنباته. منى عباس، رد 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 عليه. سمي وصلي على الحبيب النبي. دي جمبريه ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. جمبريه شفافه دي لسه بتبقى صحيه، دي جمبري بلدي. ده جمبري بلدي مش مستورد، ده بلدي بتاع مزارع حي قناه السويس، جمبريه نظيفه قوي في اكلها، اللي هياكل منها يدعي لنا 12 دعوه مش 11. عند الجامبو بقى اصل البيتر فلاي ده، تعدي معايا على الجمبري ده كده اهوت يا بنت الحلال، تمام اهو ده الجامبو ده، تعدي معايا 35 جمبري يطلعوا معايا كيلو ويعدوا كمان ما شاء الله عليك. تعالى ما شاء الله، بص ده الجمبري عامل ازاي، مكلبز لحم الجمبري من جوه لما تيجي تنكها كده بص ولا قشطه. وده حلاوته بقى، بصي من تحت لفوق. بلدي احنا في يومين البلدي، هنجيب لي مستورد، بعدين مستورد غالي. تعالى الصوبيا، الصوبيا والصوبيا وحمرينه في الزيت، وما تقوليليش لعدوك على اللي هيحصل في البيت، ده البلد. ده يعني لا دي كلها كده، لا دي مطرخه اليومين دول. بصي بقى، بصي 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 هنا، بصي لما بتتنضف دي بقى علامه الجوده. علامه الجوده ايه؟ الشوكه اللي بتتخبط بيها ان هي تصطاد. ما هو كل السواد ده بيطلع بتتقشر وبنشدها وبتاع، بننضف الكلام ده كله، بيطلع بتبقى حاجه ما شاء الله معقده، بتبقى حته قشطه كده. ده تقلي منه ما شاء الله عليه، تعملي منه طاجن ما شاء الله عليه، تدفنيه في الرز زي ما بقول لك مفيش مشكله. عندي الاطفال بتاعتها. الصوبيا البلدي بقى، الصوبيا البلدي دي بقى في ناس بتعمل منها ايه؟ بتسلخها وتنضفها وتقليها زي ما هي مع الفيجيتار وبتاع. تقول لي فيجيتار مع سمك، اقول لك اخترع. بلدي جميله، تقول لي عامله زي بتاكلي زي الشيبسي، الشيبسي كده. ده جمبري فراوله عادي. ده جمبري ده لا ده جمبري مزارع حي قناه السويس، بس برضه لان انا بتاع امبارح، عشان انا ما بضحكش على حد يعني، انا دغري بصراحه. عندي ام الخضار، كان عندي شويه بلدي اللي هي السوداء بتاعتنا، بس دي الحمراء دي اللي عايز ياكل طواجن، تاكل طواجن مسكره، طواجن حلوه فاهمه؟ دي حاجه جميله، حته اللحمه بتاعتها تبقى جميله كده ما شاء الله. من فضل الله الشخرم، الشخرم ده الشخرم، تعالي كده ده الشخرم، ده الشخرم. تقول لي ايه الشخرم دوت؟ اقول لك ده شخرم بلدي، ده اللي تاكل منه ما شاء الله ما شاء الله، ليه فص ليه ريحه. السمكيه دي بتتحط على الشوايه قسما بالله ليها ريحه، ليها ريحه. مش مبطرخ لسه، احنا بقى هنخش 12 حلويات كلها ببطرخ، انما انا بكلمك على تستطعم كل السمك ده سمك، بس في سمك مميز انت هواة السمك بتميز الطعم ده ايه وده طعم ايه وده طعم ايه. دي سمكيه ما بيطلعش منها غير الحبل الرمله، الحبل اللي هو عدد السلسله بس. تقعدي بقى انت دوت معاكي طبق رز بلدي بتاعنا ومن غير رز، اقعدي ازقزي فيه، انت بتأزق السمك وبتدي لنفسك صحه ما شاء الله عليك. السمك صحي زي ما انتم شايفين. من فضل الله والله، امرك رب، كل حاجه مسكره موجوده، حتى اللوت، اللوت الصغير بتاعه اهو، ده بقى اللي الناس اللي عندك بيبي مثلا وعايز على قدك كده مفيش مشكله موجود. محمد علي حته نص، حته كيلو الا ربع، حاجات زي كده. طبعا كل مره كل يوم بيجي لك تشكيلات. من فضل الله بامرك رب ان شاء الله، كل يوم انا هو في شأن. انا عندي النهارده مثلا في سيليه، بكره بامرك يا رب ممكن تجيني سمك سجانه بي. كل يوم بيجيني سمك، لان الحمد لله من سمك البحر. خميس وجمعه، لا طول الاسبوع يعني، ما بتاكدش قوي على خميس وجمعه، بس هو ربك بقى يوم الخميس والجمعه بندوس على نفسنا شويه، لان الدنيا بيبقى فيها حركه، لان احنا اصلا مكاننا مكان سياحي اكتر، سياحي كمكان. فما شاء الله يعني النهارده كده شويات وحبات.